طيب نروح للكابتن حسام البدري مدير الفني لمنتخبنا المصري الاولمبي. كابتن حسام ازاي حضرتك؟ اهلا مساء الخير، ازيك كريم؟ ازي صحتك؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ الله يخليك، الحمد لله كله تمام. المنتخب الاولمبي اخباره ايه؟ والله الحمد لله ماشي الامور ان شاء الله. ربنا في ماتشين مع المغرب ان شاء الله الفتره الجايه معسكر باذن الله. يعني مبدئيا كان في عرض الاول ان احنا نلعب في غانا وكنت وافقت عليه، وبعدين حصل اتصال من المغرب لان يمكن ما فيش اتفاق تم ما بين الشركه المنظمه اتحاد الكره اعتقد في بعض الشروط، فتم عرض مباراتين مع المنتخب المغربي. ايوه. وكان تم برضه العرض من كذا جهه، وبعدين عرفت ان اتحاد الكوره اتفق مع جهه معينه وبعتوا لي العرض، بس مش الشروط طبعا الخاصه، لا العرض بحيث التوقيتات والمواعيد. ففي مباراتين، فيمكن انا وافقت بشكل نهائي على المباراه الاولى اللي هي المفروض تكون يوم اثنين، كان الطلب ان هي تكون في مباراه يوم خمسه، لكن اكيد بس براجع امكانيه استمرار لعيبه الاهلي والزمالك معايا، لان يوم خمسه المفروض هيبقى في لقاء افريقيا اعتقد افريقيا بالظبط. فبشوف بشوف حتى الهيكل، احنا هنعمل معسكر ان شاء الله هيبدا يوم 20. المعسكر ده هيبقى بعد مباراه الكاس مباشره باذن الله. يعني في مباراه كاس مصر 18 و19 و20، ايوه هنبدا يوم 20 باذن الله. في مجموعه اخترناها الاول طبعا، هنشوف المجموعه دي بس اخبارها ايه، من حيث ان شاء الله ما يكونش في اصابات للاعبين ماتشات الكاس مصر. اه وباذن الله برضو حته الجاهزيه، لان في بعض اللاعبين الممتاز به وفي بعض اللاعبين اللي ما بيلعبوش موجودين مع فرق الدوري الممتاز لكن ما بيلعبوش، وفي فرق مش هتشارك في الكاس. فيمكن انا جامع كم في التجمع اللي هيبقى يوم 20، الوقوف على حاله اللعيبه نفسهم وتقييمهم على اساس نشوف امكانيه نقدر نلعب مباراتين ولا مباراه واحده. يعني الماتشات في الماتشات في المغرب يا كابتن حسام صح؟ الماتشات المفروض تبقى في المغرب. لكن ممكن كل شويه بيحصل جديد وبيحصل تغييرات، فالماتشات ان شاء الله هتبقى المفروض يوم اثنين ويوم خمسه في المغرب، لكن المباراه الثانيه زي ما انا بقول هشوف امكانيه ان احنا ناخدها اما نجتمع في المعسكر باذن الله، واشوف اخبار اللاعبين ايه كلهم والمجموعه اللي انا اختارها. يمكن في البدايه هيبقى في كم كبير شويه، وهتبقى ال 10 ايام مقسمه على مرحلتين، هيبقى بينهم يوم واحد بس اجازه، والمرحله الثانيه هم هيبقى المجموعه ان شاء الله اللي المفروض يكون موجودين معنا في المغرب باذن الله ان شاء الله. حضرتك اعلنت الاسماء يا كابتن حسام ولا لسه؟ يوم 18، يعني في بعض الحاجات بنتاكد منها وبعض الاتصالات مع بعض اللاعبين، وفي بعض اللاعبين بقول الموجودين في ممتاز بيه بشوف الاول يعني بنعمل اتصالات بيهم، لان في بعضهم طبعا ما بيلعبش قدامنا، نشوف المباراه اللي لعبوها حالتهم ايه، ما فيش اصابات ما فيش حاجه على اساس الاسامي ان شاء الله باذن الله ما تبقاش فيها اي مشاكل باذن الله ان شاء الله. هل حصل تنسيق ما بينك وبين كابتن شوقي غريب؟ حضرتك كنت هتختار اسماء وكابتن شوقي قال لك لا لا تم التنسيق. لا التنسيق ده تم من زمان يعني. بالنسبه للاسماء اللي عاوزها شوقي غريب ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. زي مين يا كابتن حسام كده اللي اتفق مع او نسق مع حضرتك؟ لا هو في كان فيه بالنسبه لرامي ربيع، رامي ربيعه، وفي صالح جمعه، هم دول ان شاء الله، وفي احمد كوكا، هم دول ان شاء الله اللي هيبقوا موجودين مع شوقي غريب باذن الله. وفي الباقي هيكون مع حضرتك؟ ان شاء الله المفروض الباقي يعني. هو في بعض اللاعبين طبعا زي كهربا موجود هنا، وانا اتصلت بيه لان كهربا طبعا موجود هنا في مصر ما بيشاركش مع لكن بيتمرن مع انبي، فان شاء الله برضه يبقى موجود معانا في المعسكر وان شاء الله تبقى حالته كويسه. انا اتصلت بيه من فتره طويله وكان نسق معايا ان هو موجود في التمارين بشكل مستمر، فهيبقى موجود معايا ان شاء الله. المفروض في برضه بعض اللاعبين زي ياسر ابراهيم لاعب الزمالك، تريزيجيه هيبقى برضه موجود معانا، لكن هنشوف بقى المباراه الاولى ان شاء الله مش هيبقى فيه اي اعتراض بالنسبه لمواعيدهم مع انديتهم. لكن المباراه الثانيه لسه احنا اللي هنشوف باذن الله. طيب كابتن حسام، يعني هل الدوري المصري الممتاز السنه دي جهز لك لعبتك بالشكل اللي حضرتك طالبه او اللي انت كنت تتمناه، ولا شايف ان انت عايز تجهزهم احسن من كده؟ لا طبعا يعني. في كم من اللاعبين، لكن لو اتكلمنا عن الجاهزيه لا، معظمهم بيشارك في فترات في اجزاء من المباريات، البعض الاخر ما بيشاركش بشكل مستمر، فطبعا الجاهزيه مش زي ما انا عاوز. وفي نفس الوقت يمكن انا تجربة المباريات ديت، وبالرغم ان احنا هنبدا يعني مع فرق يمكن حتى جالنا المستويات امبارح
الخاصه بافريقيا، وممكن المنتخب المغربي من المستويات الاولى معانا موجود مع المنتخب المصري الاولمبي برضه. لكن انا فضلت برضه ان يبقى فيه تجارب على مستوى قوي، على اساس ان انا عاوز اقيم اللعيبه نفسهم يعني. أيوة. على اساس تبقى يعني المباريات الاوليه دي هيبقى التركيز على تقييم الناس، لان بالذات في مجموعه واخدهم الممتاز به، في مجموعه بشوف في الدوره، لكن في بعض اللاعبين الممتاز به عاوز اعرف شخصياتهم عامله ازاي، قدراتهم عامله ازاي. ففضلت ان احنا نعمل مباراه قويه بغض النظر عن النتائج، بغض النظر عن العروض في الاول، لكن طبعا ان احنا ما اتجمعناش بشكل متكامل يعني، اول مره هيجتمع معايا لعيبه الاهلي والزمالك والاسماعيلي. لكن الغرض من المباراه اللي انا ان شاء الله هبقى مركز عليها بالذات في السنه دي، السنه الحاليه يعني، هي مباراه قويه بقول لتقييم شخصيه اللعيبه وامكانياتهم، على اساس بنهايه السنه دي يبقى عندي قوام هو اللي انا هستمر بيه، ويبقى في اضافات بقى بتتم من خلال ظهور بعض اللاعبين، او يحصل نقص نتيجه بعض اللاعبين مش هيظهروا او مش هيقدروا يكملوا بالشكل اللي انا عاوزه. هي دي الهدف من المرحله دي. طيب كابتن حسام، يعني لو اتكلمنا عن الدوري الممتاز، المنافسه شبه محسومه في المجموعه الاولى، الاهلي وسموحه فارين 4 نقاط عن نادي الاتحاد و5 نقاط عن المقاولين، فالاهلي وسموحه هما الاقرب للصعود من المجموعه الاولى. شايف المجموعه الثانيه ازاي؟ مين الاقرب للصعود، او حضرتك تتوقع مين اللي يصعد؟ اتحاد الشرطه، الزمالك، بتروجيت، الاسماعيلي؟ والله صعب جدا، لكن من المفارقات الغريبه جدا ان المباراه الاخيره تبقى بينهم هم الاربعه. بالظبط، يعني من المفارقات الغريبه او الاثاره يعني، قمه الاثاره ان يبقى هم الاربعه موجودين في مباراتين، والمباراتين دول هم اللي بيحددوا الفريقين اللي هيصعدوا. فاعتقد دي اثاره ايجابيه جدا اضافت للدوري يعني، هي بالفعل اضافت للدوري يمكن المجموعه دي بالذات والمباراتين. لكن الاربعه ليهم حظوظ، الاربعه ليهم حظوظ، لكن في طبعا عامل الخبره بيبقى ليه اعتبار، بغض النظر برضو على ان في فرق ظهرت بشكل كويس زي الشرطه من حيث الفاعليه، من حيث اصرار لعيبتها، عندها مجموعه لعيبه شباب وعندهم فاعليه، لكن اعتقد ان الاربع فرق ليهم حظوظ يعني في التاخد. انا بشكرك كابتن حسام، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا رب، وتوفق في الماتشين الجايين مع المغرب.